بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء 12/7/2022، وهذا الفيديو يظهر مدينة حلحول من الجنوب الشرقي، ويظهر في الفيديو جزء من مدينة حلحول ومسجد النبي يونس والبنايات الشاهقة العالية والمتفرقة في الحقول هنا، كما يظهر فيها الحقول العنب الواسعة والكثيرة في هذه المنطقة. وتعتبر حلحول من أكثر المدن الفلسطينية إنتاجاً إلى العنب، مصدر رئيسي للعنب وإلى ورق العنب. والله يسعد صباحكم ويعطيكم الصحة والعافية، والسلام عليكم.